معالم بلادي. كلفت المعلمة نورة وصديقتها سارة إنجاز مشروع عن مدن المملكة العربية السعودية وأهم معالمها. سألت نورة: ما العمل الذي سأقوم به؟ قالت المعلمة: عليك أن تضعي أنت وسارة خطة لإنجاز المشروع. قالت سارة: سأجمع صوراً لمعالم مدن المملكة. قالت نورة: سأبحث في الكتب والمجلات وشبكة الإنترنت عن معلومات أعرف بها مدن المملكة العربية السعودية. قالت المعلمة: هذه بداية جيدة، وفقكم الله. وفي اليوم التالي قالت سارة: انظري يا نورة، هذا قرص جمعت فيه صوراً لمعالم المملكة. قالت نورة: سأضيف إليه المعلومات التي جمعتها. قالت المعلمة: هل تم إنجاز العمل؟ قالت نورة: نعم، ونحن مستعدتان لعرض المشروع. قالت سارة: سأعرض الصور ونورة تعلق عليها. قالت نورة: هذه صورة الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، وهذه صورة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، هذه صورة لبرجي العاصمة الرياض الفيصلية والمملكة، وهذه صورة نافورة الملك فهد في مدينة جدة، وهذه صورة مزارع النخيل في القصيم، وأخرى لمزارع الزهور في تبوك، وهذه صورة المنطقة الصناعية في الجبيل، وهذه صورة التلفريك فوق جبال عسير، وهذه صورة شاطئ الدمام على ساحل الخليج العربي. قالت المعلمة: عرض مفيد وممتع، بارك الله فيكما.